بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. اليوم لعلكم لاحظتوا في الشوارع هناك الأعلام العراقية مرفوعة على عدد كبير أيضا من العربات سواء العسكرية أو المدنية، أيضا الأعلام مرفوعة حقيقة استذكار وتحية لذكرى 40 لاندلاع حركة الاحتجاجات والمظاهرات والدعوة للإصلاحات الكبيرة التي تم تبنيها واعتبارها حدث مهم واعتبارها فرصة ثمينة أيضا من أجل إحداث إصلاحات تراكمت خلال فترات طويلة من الزمن وعدد كبير من الملفات المتداخلة. لا شك سقط ضحايا كثيرين غالين عزيزين، وهذا أمر يحزن يؤسف له، وشكلنا لجنة تحقيقية تحدد المسؤوليات، والضحايا سقطوا من المتظاهرين ومن القوات الأمنية. احنا اليوم تقريبا بعد مرور أكثر من 40 يوم على الأحداث نشعر أن فعلا هناك زخم كبير تولد في البلد وحراك كبير تولد في البلد، لم يحرك سطح الأمور وإنما حرك عمق الأمور، وهذا أمر مهم أن تتحرك الأعماق، دليل صحة وحيوية شعبنا، صحة وحيوية شبابنا، وإنهم فعلا يحملون المستقبل. الجيل الحالي يتقاعد تنتهي أعماله تأتي أجيال جديدة، وهكذا سنة الحياة تتجدد بتجدد الأجيال وبتجدد شبابية الأمة. ونعتقد هذه الحركة حقيقة حركة مهمة، حتى لو كان بها هناك سلبيات لكن الإيجابيات الكثيرة تأكل السلبيات، وممكن تجاوز السلبيات والبقاء في حدود الإيجابيات والتعامل مع هذا الحدث حقيقة كحركة إصلاحية كبرى. سموها ما شئتم، ثورة شبابية، الفرصة الثمينة كما تسميها المرجعية الدينية العليا، حركة إصلاح شاملة، كل هذه الأمور في الواقع صحيحة. احنا في المرة السابقة طرحنا أن في بطن هذه الحركة هناك تعقيدات كثيرة وهناك ملفات عديدة متراكمة منذ فترات طويلة. الفساد مثلا، الفساد لم يتراكم خلال الأشهر العشر الأخيرة، الفساد موضوعة قديمة منذ بدء الحصار، منذ بدء العقوبات على العراق. والفساد يحصل عندما يتم إضعاف النظام، كلما كان النظام ضعيف، كلما كانت سياقات الحركة غير واضحة ومعرقلة أو منحرفة يزداد الفساد. العراق لم يكن معروفا بالستينات بداية السبعينات أن الفساد كان منتشر فيه، لأن كان هناك حقيقة سياقات واضحة، بل كان يعتبر من الدول المتقدمة في دول المنطقة في هذا المجال. الفساد تراكم كثيرا، تراكم خلال السنوات الماضية، تراكم بسبب الثروات النفطية الكثيرة وإضعاف أيضا القطاع الخاص وإضعاف النشاطات الحقيقية، فأصبحت كعكة الدولة، كعكة الريع النفطي هي الكعكة التي يتنافس عليها الجميع، داخل الدولة، خارج الدولة، القوى السياسية، القوى المجتمعية، حتى التشكيلات الخارجية الأجنبية الدولية أو الإقليمية، كل يعرف شنو حجم الثروة الموجودة في العراق ويحاول فعلا أن يأخذ أكبر حصة من هذه الكعكة. فالفساد ملف أساسي يجب معالجته ويجب الوقوف بوجهه، لكن هذا الفساد يعالج أيضا ليس فقط بقضية الشخصنة، وإنما كما ذكرنا مرارا بمواجهة المنظومات التي تشجع على الفساد والتي تفرخ تولد الأشخاص الذين يستفادون من منظومات فاسدة ويرفعون لواء الفساد سرا أو علنا. ملف معقد طويل يحتاج إلى عمل، ونعتقد فعلا نحتاج إلى حركة إصلاحية من داخلنا كبيرة لسد كل منافذ الفساد.
سد منافذ الفساد، يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا ما غيرنا سلوكياتنا وطرق عملنا ما لح يتغير شيء، يبقى يكرر نفسه، والدولاب يدور، وفي كل دورة الدولاب يزداد الفساد. لكن تحميل حكومة عمرها 10 أشهر أو سنة خلينا نقول ملفات الفساد، هذا فيه مغالاة، فيه مبالغة، وتبرئة الآخرين لأنفسهم، كل شارك في هذه العملية بطولها وعرضها. معدلات المشاركة في الانتخابات كانت معدلات تتجاوز 70% من قوى السياسية، عدد الأحزاب كان يتجاوز المئات التي شاركت، من نجح ومن فشل. فهناك إصلاحات كبيرة مجتمعية، هناك إصلاحات كبيرة في الدولة يجب فعلا أن يتم التصدي لها. في هذه الحركة لا شك هناك حركة مطلبية واسعة، هناك حركة تتعلق بالفقر، هناك حركة تتعلق بالتوظيف والعمل والخدمات، الكهرباء، المجاري، المياه، كل هذه الأمور. ونعتقد هذا الذي يشكل الجسم الأكبر للحركة، الجسم الأكبر للحركة يتشكل من هذه القوى، وهو عمل مسؤول عن الحكومة كما كانت الحكومات السابقة مسؤولة عن، يعني نسب البطالة المرتفعة، هذه مسألة تراكمية، هي مسألة ما لا 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 تحصل خلال عام واحد. مسألة الخدمات، نقص الخدمات، مسألة تراكمية طويلة. احنا قيل ان عبرونا الصيف، عبرونا البصرة، وحقيقة سيكون هذا دليل على نجاح الحكومة. فعلا قدرنا نحسن كثيرا من معدلات توزيع الكهرباء، ساعات التوزيع أصبحت أعلى بكثير من السابق، لم تصبح مثالية لكنها كانت أعلى بكثير من السابق، وعبرنا مرحلة معينة ومهمة. خلال هذا العام من عمر الحكومة، هل كان عام مريح؟ هل كان عام مطلقة فيه أيدينا حتى نتصرف تصرف أكثر من السابق؟ هل كان لدينا موازنات كما كان لدينا موازنات انفجارية في فترات معينة؟ على العكس، احنا من البداية واجهنا موضوعة التشكيلة الحكومية. التشكيلة الحكومية أخذت بيدنا أشهر عديدة، وزير دفاع، وزير داخلية، نقص في الوزارات، محاصصات، تنافسات، مجلس النواب إلى آخره، هذا كله يعطل عمل الحكومة. احنا اشتغلنا بموازنة مصممة في 2018، ليس مصممة في 2019، مصممة وكلها مملوءة قنابل موقوتة، كلها مملوءة ثغرات واختناقات ووسائل دفع غير دقيقة، مع أعباء كثيرة، مع أعباء كثيرة موجودة علينا. فبالتالي هذه الحكومة عندما تطالب بشيء يجب أن نضع النقاط على الحروف في الصلاحيات التي أعطيت لها. فقط من سلف غير مسددة من 2014 إلى 2018 أكثر من 13 تريليون دينار عراقي. احنا زيدنا موارد الخزينة، لم نتراجع في موارد الخزينة، ارتفعت احتياطات البنك المركزي، النشاط الاقتصادي ازداد. طرحنا سابقا أرقام في المشاريع المتلكئة اللي كلفت حقيقة مئات آلاف فرص العمل، اضطرينا أن نسرحهم في السنوات الماضية، بدينا احنا نرجعهم، وكلفت مليارات، مئات مليارات الدولارات هي والمصالح المرتبطة بها. هذا كله يجب أن ينشاف، كله يجب أن ينشاف، ينشاف أن هناك حوالي أكثر من 11 تريليون دينار لتسديد فوائد وقروض، هذه كلها أعباء، كلها عثرات أمام الحكومة في التقدم. ثم جاءت مسائل السيول، مسائل السيول جد أخذت معدنا، مجنون كاد أن يغرق، وكل هذا إحنا بدون وزير دفاع ووزير داخلية ومع نواقص أخرى في الوزارات. هذه كلها أزمات تم التعامل معها، وتم التعامل معها بنجاح. لم يتراجع إنتاجنا النفطي رغم كما ذكرت كان احتمال مجنون أن يغرق، حقل مجنون أن يغرق، وكنا سنتيمات من غرقه، لكن فعلا أدير الملف
بنجاح دول مجاورة حصلت فيها كوارث وتضحيات كبيرة أكثر بكثير مما حصل عندنا. ما حصل عندنا أيضا كان هناك تضحيات مؤلمة، أيضا كان هناك أضرار كبيرة، لكن استطعنا إحنا أن نواجهها. ثم كانت تحصل عندنا طوال العام الماضي مظاهرات، كنا دائما نحتويها ونذهب إلها بنفسنا ونجتمع ونحاول أن نجد الحلول. السادة الوزراء كانوا يروحون إلى هذه التظاهرات، وكنا إحنا أيضا نذهب نستقبل نحل ما كان عندنا مشكلة. إما في هذه الأزمة، هذه أزمة لا تتعلق فقط بالمطالب وبالخدمات، لو تتعلق بالمطالب والخدمات كان بسيطة، لأن رافق هذه الأزمة دخول عدد قليل جدا من المخربين حاولوا من البداية أن يصطدمون بالقوات الأمنية. واللجنة التحقيقية أيضا قررت، قالت إن كان هناك استخدام مفرط للقوة، لكن يجب أن نرى الحالتين، يجب أن لا نرى حالة واحدة. أنا أذكركم قبل الأزمة ماذا كان يقال؟ كانت، وهذا كله منشور في المواقع، يعني مو مسألة الآن نذكرها، ممكن العودة إلها وترجعون تشوفون ماذا كان يقال. يجب إسقاط النظام، صراع شيعي شيعي، وهذا كان يقال. الأطروحة الرئيسية أن سندخل صراع شيعي شيعي، وهذا أصبح أمر محتم وتحليلات ودعوات إلى زين، وأمور كثيرة أخرى. يقينا نحتاج إلى تعديلات دستورية، يقينا نحتاج إلى إصلاح النظام الانتخابي، لأن النظام الانتخابي وإحنا حذرنا منه، ومجلس الوزراء قدم إلى مجلس النواب تعديلات في النظام الانتخابي يعتمد على نفس المبدأ اللي الآن دنبحثه واللي اليوم ممكن أن نقره من قانون انتخابات، وتفاوضنا وتباحثنا مع رئاسة الجمهورية في الوصول إلى الصيغة المناسبة للقانون الانتخابي. هذا الشيء طرحناه إحنا قبل أكثر من 9 أشهر. هذا القانون اللي يتكلم عن أعلى الأصوات أو يتكلم حتى عن الوحدات الانتخابية المختلفة، هذا موضوع إحنا قررنا دزيناه إلى مجلس النواب، لم يقر في مجلس النواب. هذا لا يصح أن ترتد الأمور على الحكومة فقط، نعم الحكومة مسؤولة، لكن الجميع مسؤول، الآخرين مسؤولين، من هم في الشارع مسؤولين، كل هذه الجهات أيضا مسؤولة. فعندما ندرأ الآن ونحاول أن يعود النظام إلى مجاريه الصحيحة، هذا عمل يجب أن نشجع عليه أم نستمر في نفس المنطق الذي حقيقة يستسخف الخطوات، الذي لا يرى أهمية فرض النظام؟ نعم التظاهر حق، دائما قلنا هذا الشيء، ولا نريد لهذه التظاهرات إلا أن تخرج منتصرة، وهي منتصرة كما ذكرنا في كل بياناتنا منذ البيانات الأولى إلى حد الآن، هي منتصرة لأن هزت المجتمع، هزت الإنسان، هزت المسؤول، هزت التشريعات، هزت كل شيء. فنعتقد هذه الهزة الكبيرة يجب أن نستثمرها، هي كما ذكرت المرجعية فرصة ثمينة، علينا أن نستثمرها بكل جد وبكل إخلاص، وندرس كل مطالبها، وننحني أمام شعبنا وننحني أمام شبابنا على هذه الفرصة الثمينة التي منحوها للجميع، حكومة، مجلس نواب، قوى سياسية، شعب، هيئات، أفكار، حتى تقدر تتجاوز كثير من العقبات السابقة. بعض الدول بسبب الأحداث المؤلمة الحاصلة والصور المؤلمة الكثيرة المنشورة أخذت تنشر بيانات رسمية وغير رسمية في طريقة التعامل مع المظاهرات والحريات وفي قضية الحريات. أعتقد العراق بلد بي من الحريات حقيقة الشيء الكثير. أنتم كلكم تعرفون العالم، تعرفون الدول الأخرى، حقيقة الحريات في العراق اليوم ما أعتقد بلد بي من الفضائيات، بي من وسائل التعبير عن الرأي، يعني قليل من الدول بيها هذا التنوع الكبير في الرأي، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، من الأصوليات الدينية إلى الأصوليات غير الدينية. لا يوجد أي حقيقة مانع في هذا الأمر، والنقاشات معروفة والحريات واسعة، وإلى حد الآن لم تتوقف.
تصير تجاوزات، كانت دائما تحصل تجاوزات، وفي الدول الأخرى أيضا تحصل تجاوزات، لكن سلوك الدولة دائما كان سلوك قانوني. احنا الآن في التظاهرات، نجيز التظاهرات ونسمح بها ونحميها، ولا نواجه سوى من يتعرض إلى القوات المسلحة. يعني عندما تسعى مجموعة للدخول إلى معسكر أو تجاوز حاجز عسكري باستخدام وسائل غير سلمية تقاوم، وأمانة تقاوم، خصوصا في من 25 إلى ما بعد إلى اليوم تقاوم دائما بوسائل بغير الذخيرة الحية. نعم في 1/10 إلى 10/10 نعم استخدم السلاح الحي، وذكرنا هذا في اللجنة التحقيقية، وأحيل كل الملف إلى القضاء. الآن إذا أريد نطبق القانون النافذ في العراق، قانون التظاهر النافذ في العراق، وهو أمر 19 الصادر من سلطة الائتلاف، الأمر 19 نافذ مع تعديلات لاحقة شرع من قبل دول متحضرة تعترف بحقوق الإنسان وتنظم هذا الأمر بناء حتى على نفس السياقات الموجودة عندها في بلدانها. يعني مثلا القوات التحالف كانت تتجول مثلا في مواكبها، كانت تضع قطعة في الخلف، من يقترب 50 متر يعرض نفسه للموت. الآن القطع العسكرية العراقية يصعدون عليها الشباب يهوسون، هناك توائم، هناك انسجام، هناك علاقات أخوة بين القوات المسلحة وأبناء الشعب، وشعبنا يحب قواته وقواتنا تحب شعبها، ماكو هاي الحالة التعارضية. مع ذلك ماذا يقول القانون؟ يحظر قانونا على أي شخص أو مجموعة أو منظمة تسيير مسيرة أو تنظيم تجمع أو اجتماع إلا بترخيص من سلطة الترخيص التي أصبحت لاحقا وزارة الداخلية بموجب الأمر 100، كذلك إلا إذا كان محدودا بالأعداد التي تقرر سلطة الترخيص أي وزارة الداخلية إنها لن تعرقل الحياة العامة إلى آخره. ويحظر قانونا أي مسيرة أو اجتماع أو تجمع أو تجمهر يعقد على الطرق أو الشوارع العامة وفي الأماكن العامة، هذا كله قانون. هذا إذا أريد ننفذه إيش لح تقول هاي المراكز الدولية؟ إحنا العكس، ننجيز التظاهرات بأوسع أشكالها وأينما اندلعت، ونحاول أن نفهم أن هناك أماكن مخصصة للتظاهر. مع ذلك لا نقوم بالتعرض للمظاهرات كمظاهرات ما دامت سلمية أبدا، كل أعمالنا في هذا المجال هي أعمال دفاعية، قوات تدافع عندما تهاجم بوسائل غير مشروعة، ولمدة يعني هاي التظاهرات لمدة لا تتجاوز 4 ساعات، احنا صارنا 40 يوم، مع ذلك نقول هذه التظاهرات شيء عظيم ويعلمنا دروس، لا تتجاوز 4 ساعات. ويحظر أن تعقد على في مكان يبعد أقل من 500 متر عن أي مرفق لسلطة أو البنايات العامة المستخدمة، طبعا هو هنا لسلطة الائتلاف المؤقتة لكن أيضا أضيفت لاحقا في تعديلات لاحقة، أو البنايات العامة المستخدمة من قبل حكومة العراق بشكل فعال. 500 متر، شقد أمام الوزارات هناك متظاهرين نطلع ونتحابب وياهم ونقولهم أهلا وسهلا. ويحظر قانونا على أي مجموعة زين التظاهر إلا إذا أجيزت قبل 24 ساعة. إحنا تظاهرات ليل نهار ومع ذلك نتعامل معها كتظاهرات سلمية ونحتضنها ونرحب بها. بعد أشياء التوقيت إلى آخره كلها تعليمات إذا طبقناها الآن ما أعتقد يعني تنطبق مع ما يقال علينا أن إحنا نحد من حرية التعبير أو نحد من حرية التظاهر. أما الأشياء المحظورة، هاي أشياء ممنوعة محظورة، خلي أعددها. في أي مسيرة أو تجمع أو اجتماع أو تجمهر يحظر إحضار أو حمل الأشياء التالية، حملها مو بس استخدامها: 1 سلاح ناري من أي نوع، 2 أشياء حادة من أي نوع، 3 أي شيء يمكن قذفه بنية إلحاق الأذى بما في ذلك الحجارة، مو المولوتوف، مو قنابل يدوية، وإنما بما في ذلك الحجارة.
أربع الزانات أو المضارب الخشبية أو الهراوات أو العصي أو أي أشياء يمكن استخدامها للضرب، باستثناء ما قد يستخدم منها لرفع اللافتات والشعارات التي يحملها المتظاهرون. خمسة الخوذ أو الألثمة الأقنعة، هذا كله ممنوع قانونا الآن. إذا منعناه إحنا في العراق ده منع بموجب قانون، بموجب أمر لا زال نافذ يصدر صدر من سلطة الائتلاف، وسلطة الائتلاف مؤسسة بناء على قرارات من الأمم المتحدة، وكان على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عديدة كثيرة على رأس مثل هذه التشريعات. فإذا أريد نطبق هاي الأشياء حقيقة إحنا نطبق ونمنح الحرية لشعبنا، لأن نشعر أن هذه الحرية تنطينا آراء وأفكار وتهز المجتمع وتهز البنية الفاسدة، نستطيع أن نستخدمها لإصلاح أوضاعنا. ما أريد أطول عليكم كثير، لكن أريد أقول أن العلاقة بين أبناء شعبنا علاقة عضوية لا تنفصل، لا يمكن أن نتكلم عن قوات أمنية وعن شعب كطرفين، الشعب والقوات الأمنية شيء واحد. الحكومة ماكو ثقة بالحكومة صحيح، لكن هاي عدم الثقة من شو وقت تولدت؟ تولدت بالشهر الماضي؟ تولدت بثلاث شهور الماضية؟ لو هي ممارسة سياسية جاءت مع النظام الانتخابي، جاءت مع احتكار السلطة، جاءت من رحم تجارب غير سليمة غير صحيحة، وإحنا جينا حتى نعالجها. هذه الحكومة ما شكلت بناء على صفقة مع أحد، هذه الحكومة عندما شكلت لأن الطريق أصبح مسدود أمام الآخرين ولجأوا إلى هذه الحكومة كحكومة تسوية وكحكومة حل. لكن كما ذكرت في البداية، هل كان هناك فعلا الفرصة الكافية الوقت الكافي من اليوم الأول الثاني الأسبوع الأول الأسبوع الشهر الأول بدت محاولات المشاكسة والتسقيط والكلام وإرهاق الوزراء، إرهاق العمل، التشكيك بكل شيء؟ هذا اللي واجهته الحكومة. مع ذلك الحكومة هي عند رأي شعبها، ما عندها أي إرادة خارج إرادة شعبها ولا خارج إرادة مجلس النواب، إذا شاء أن يعمل ما يشاء هذا بإيده. زين، فإحنا مستمرين في واجباتنا كما يفرض علينا قسمنا اليمين الدستوري اللي أديناه، أن نقوم بواجباتنا. هناك ضغوطات كثيرة، لكن أعتقد تضامن الوزراء وتضامن الوزارة فيما بينها ومع رئيسها هو حقيقة شيء أخرجنا إلى حد كبير من قلب العاصفة. لا أقول أن العاصفة انتهت، لكن من قلب العاصفة، وأصبحنا نتحاور مع المتظاهرين، أصبحنا نتحاور مع النقابات، أصبحنا نتحاور في سلسلة أمور، أصبحنا نقدم مشاريع إصلاحية، وعندنا ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، وعندنا ثقة كبيرة بشعبنا وبمرجعيتنا. وإن شاء الله مجمل هاي الحركة، الحكومات تأتي وتذهب، الدولة باقية، الشعب باقي، فإن شاء الله هذه الحركة فعلا تسجل كإحدى أهم الحركات الإصلاحية في تاريخ شعبنا، خصوصا أن الشباب يقومون بها. ليست انقلاب عسكري، ليست تمرد، ليست أي شيء آخر، ولا نريد لأحد، لا نريد للحركة إلا أن تخرج منتصرة، ولا نريد لأي قوة إلا أن تنتصر بالحركة، أن تنصر نفسها بالحركة. إن الله لا يغير إلا إذا غيرنا بأنفسنا، وهذه الحركة تذكرة للجميع، أفراد وقوى سياسية، أن تذهب إلى الإصلاح وتشعر أن الحركة ملكها والكل يخرج منتصر، ولا نجد هناك من خاسر إلا اللئيم، إلا المتآمر، إلا من يريد أن يثير الفتنة، إلا أصحاب النوايا الشريرة السيئة، وهؤلاء قلة قليلة جدا. إما غالبية الشعب حتى وإن يختلفون في الرأي فهم إخوة وأحبة ومن أصحاب المشروع. أحببت أن أذكر مثل هذه الأمور أمامكم حتى نتجاوز هذه الأوضاع، ليس إلى أوضاع تعيد الماضي، وإنما إلى الاستفادة تماما من كل ما حصل في هذه الحركة
حتى نحولها إلى منجزات كبرى. وشكرا على الاستماع.